بسم الله الرحمن الرحيم. لقد هالنا وافجعنا وهز كياننا نبأ الجريمة البشعة التي أقدم عليها مرتزقة آل خليفة في مبنى التحقيقات الجنائية وفي غرف التعذيب من اغتصابهم للفتاة العفيفة. وهذه الجريمة ليست الجريمة الأولى التي يقوم بها مرتزقة آل خليفة، مما يدلل على أن هذه سياسة متبعة من قبل هذه الوزارة ومن قبل هذا النظام الساقط. ندعو جميع الغيارة من أبناء الوطن أن يهبوا بصوت واحد وبصرخة واحدة لإعلان رفضهم لهذه الجريمة. ولا ينبغي السكوت، ولا يوجد عذر لأحد أن يسكت عن هذه الجريمة وأمثالها من الجرائم. إذا سكتنا اليوم عن اغتصاب هذه المرأة العفيفة، فإن غدا ستغتصب أخواتنا وأمهاتنا ونساؤنا وزوجاتنا وبناتنا. علينا أن نرفع أصواتنا عالية وأن نسجل موقفا رافضا بكل قوة وجرأة وشجاعة، وأن لا نسمح لهذه الجرائم أن تتكرر. علينا جميعا علماء وشباب وآباء ونساء أن نخرج للشوارع وأن نعلن رفضنا بكل قوة وشجاعة وجرأة، وأن نوقف هذه العصابة المجرمة المتحكمة بالبحرين أن تتوقف عن مثل هذه الجرائم وأن لا تتكرر بعد اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.